السلام عليكم واسعد الله اوقاتكم بكل خير. اصور لكم اليوم ان شاء الله بعض مظاهر عيد الاضحى في المغرب هنا. مثل ما ذكرنا في مقطع سابق، اللي ما تابعوا ممكن يتابعوا في الرابط اللي بيكون في الاعلى، حلقة الاغنام. المغاربة في العيد بينتقوا افضل الاضاحي، يقدموها قرب لله، كل واحد على حسب وضعه طبعا. هذه الأضحية بعد الصلاة طبعا يبدأ وقت الذبح بعد صلاة العيد. هذه السنة طبعا بسبب أوضاع كورونا ما كان في صلاة عيد، نسأل الله تعالى أن يرفع عنا الجائحة. أنس متولي التصوير، مصطفى والعم عمر، الله أكبر، إنا منك وإليك، يباشروا عملية الذبح للأضحية. انتهت المهمة، يعني ما عرضنا المقطع كامل لكن المقطع معروف. مبروك العواشر كده، لا بأس، بارك الله فيك. هذه جولة في الحي، غادي يولوا مشهورين الدراري ديولنا كذا، لا باس، مبروك عاشركم. طبعا صباح العيد تتحول اغلب الاحياء الى يعني اماكن لحرق رؤوس الاغنام والارجل. محمد بعد الذبح وتقطيع الذبيحة يتم البدء بأكل الأحشاء، الكرشة، المصارين، لا سيما الكبدة في وجبة تسمى أبو الفاف. حعرض لكم طريقة عملها. طبعا هذا مقطع من قناة الأخت ليلى، هي مختصة بالطبخ، اللي مهتم بالطبخ ممكن يتابع قناتها. بيتم شوي الكبدة أولا نص استواء، بعد كذا بيتم إزالتها من المجمر وتقطيعها على شكل قطع صغيرة حتى يسهل وضعها في الأسياخ أو القضبان لشويها بشكل جيد. بعد كذا بيتم استخدام الشحمة الرقيقة اللي تكون في حوالين الكرش، هي شحمة رقيقة، في شحمة رقيقة بتكون حوالين الكرش، بيتم استخدامها توضع أو تلف حوالين قطع الكبدة، تقطع الشحمة بشكل قطع صغيرة حتى يسهل لفها حوالين قطع الكبدة. هذه قطع الكبدة بعد تقطيعها بيتم إضافة التوابل مثل كمون، ملح أو الفلفل الحار على حسب الرغبة، تقلب بشكل جيد أيضا. بعد كذا بيتم لف قطع الكبدة بشرائح الشحم الرقيق اللي تم تقطيعه. طبعا الهدف من لفها بالشحم تعطيها ليونة وأيضا نكهة جميلة. أخيرا بعد الانتهاء من عملية التقطيع والتتبيل توضع في الفحم. الشوي يستغرق تقريبا 10 دقائق إلى ربع ساعة تقريبا. يتم إخراجها وتؤكل مع الخبز أو بدون خبز على حسب الرغبة. هذا أول يوم. ثاني يوم بيتم أكل قطع اللحم. قطع اللحم تتبل أيضا وتوضع في القطبان أو الأسياخ مثل الكبدة، ويتم شويها وأكلها أيضا بالخبز أو تؤكل بدون خبز على حسب الرغبة. هذا نهاية المقطع، وإن شاء الله نراكم في مقاطع أخرى، وفي أمان الله.